أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن جلالة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قائد إنساني ونموذج للعطاء، وأن العمل الإنساني في مملكة البحرين يستمد من رؤية ودعم واهتمام جلالته بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يحتفي فيه العالم في 9 و10 من أغسطس من كل عام، وثمن سموه توجيهات جلالة الملك المعظم الدائمة إلى تقديم المساعدة للأشقاء والأصدقاء في الظروف الإنسانية حتى أصبحت البحرين رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم. أشاد سموه بدعم واهتمام سمو العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه الدائم على مساندة الأعمال الإنسانية والخيرية، وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم بالعمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين والتي تشمل كفالة الأيتام والأرامل البحرينيين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتوفير الرعاية الشاملة اجتماعيا وتعليميا وصحيا. وقال سموه أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتشرف بأن تكون امتدادا لليد البيضاء الكريمة لجلالة الملك المعظم في تقديم العون والمساعدة لمختلف الشعوب الذين يعانون من آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية، لتشمل الجهود البحرينية إقامة العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية، مشيدا سموه بإسهام وعطاء الشعب البحريني الكريم في الأعمال الإنسانية التي تنفذها المؤسسة. من جانبه تقدم السيد مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة ملك البلاد المعظم على رعاية جلالته الأبوية واهتمامه الكبير بعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ومثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة العمل الخيري من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.